أسس العثمانيين عصر جديد وبنوا إمبراطورية ضخمة، ومصر أصبحت جزء من هذه الإمبراطورية سنة 1517 لما هزمت قوات السلطان سليم السلطان الغوري آخر سلاطين المماليك سنة 1516 وشنق تومانباي على باب زويل. مصر كإقليم من أقاليم الإمبراطورية العثمانية دخلت في حالة من الضعف والانكسار وانحدرت في عصور الظلمات والتهميش. وعلى الرغم من أن من وقت لوقت كان في عمل رائع هنا وهناك، إلا أنه الفساد ساد والإدارة كانت سيئة وثقافة الانغلاق والتخلف غلبت على كل شيء. في الوقت ده كانت الثورة العلمية في أوروبا بتخطو خطوات كبيرة نحو التقدم، وبدأت القوى الأوروبية في تحديث نفسها وغيرت من الصناعات ومن الآلة العسكرية وبدأت تستعمر العالم. فكان من الطبيعي ومن المتوقع أنه يحصل صدام، وصحت مصر من نومها العميق على صوت المدافع واشتباك الجيوش والعالم على أعتاب القرن التاسع عشر. القرن الثامن عشر على وشك أنه ينتهي. سنة 1789 بدأت الثورة الفرنسية ونتج عنها مجازر دموية، المقصلة والرعب، ونشبت الحروب الأوروبية، ولمع نجم شاب كان يتمتع بقدرات هائلة وطاقة فائقة وطموح بلا حدود، اسمه نابليون بونابرت. كان عنده عبقرية عسكرية فزة، وكان جنرال وعمره 25 سنة وقاد جيوش وفتح أراضي في سنوات قليلة أوي. لما بلغ 29 سنة كان مقتنع بأن الوقت لسه ما جاش عشان يستولي على السلطة في فرنسا، فقرر أنه يبدأ في مغامرة مذهلة، غزو مصر. La campagne d'Égypte obéit d'abord à des raisons d'ordre géopolitique, qui est le contrôle de la route des Indes entre la France et la Grande-Bretagne. Donc l'objectif premier, c'est d'attaquer l'Angleterre en Inde en prenant le contrôle de l'Égypte. Au-delà, le projet d'expédition d'Égypte a une vision, je pourrais dire, d'universalisation de la Révolution française. احنا هنا في باريس، احنا هنا في الانفاليد في باريس حيث توجد مقبرة نابليون بونابرت. كان أساس الحملة الفرنسية بتاعت بونابرت على مصر 35,000 راجل، 2500 ضابط، وكان معاه 157 عالم و10 أطباء، وركبهم كلهم على 55 مركب حربية و300 مركب نقل، ووصل إلى الإسكندرية يوم 1 يوليو سنة 1798. انتصر نابليون بسرعة على جيوش المماليك اللي كانت بتحاول تواجهه، فهم كانوا ما عندهمش أي قدرة على أنهم يقفوا قدام المدفعية الحديثة والتكنولوجية الجديدة والتنظيم العسكري المتفوق بتاع الجيش الفرنساوي. إنما نابليون جه معاه أكتر من استعداد عسكري، كان جايب معاه المطابع وأحدث أشكال العلوم والتكنولوجيا اللي موجودة في الفترة دي، ودي بعض أحرف الطباعة المتحركة اللي جاه بيها نابليون. لما استطاع الأميرال لورد نيلسون البريطاني إنه يحاصر الأسطول الفرنسي في خليج أبو قير غرقه كله، وإحنا الحقيقة قدرنا نطلع الحروف دي من قاع أبو قير وجبناها هنا في متحف مكتبة اسكندرية الجديدة.
إنما نابليون كان معاه مطابع أخرى. فلما وصل نابليون للقاهرة في شهر يوليو 1798 استولى على بيتين، بيت الكاشف وبيت السناري، وفي 22 أغسطس أسس أول أكاديمية حديثة للعلوم اللي هي المجمع العلمي المصري. وكان متصمم زي تصميم معهد فرنسا اللي هو الانستيتيوت دو فرانس، اللي كان تم تأسيسه في مدينة باريس للجامع ما بين الأكاديميات العلوم والفنون والأداب في ذلك الوقت. تحول بيت الكاشف إلى مدرسة ثانية للبنات، أما بيت السناري فتم ترميمه حديثا، وإحنا الآن بالاتصال مع المسؤولين بنحاول أن إحنا نحييه كمركز ثقافي ونتواصل بعلاقته القديمة، لأن البيت ده هو المكان اللي تواجد فيه مش بس العلماء اللي خططوا لدراسة مصر، إنما هم قدموا علمهم الحديث لمحاولة حل العجائب والألغاز المصرية القديمة وتقديم الجديد. طب مين كانوا العلماء دول وليه جابهم نابليون معاه وإيه هي إنجازاتهم؟ بعضهم كانوا علماء بارزين ومعروفين. كتاب وصف مصر عمل ضخم جدا موجود في طبعتين، الطبعة الأولى كان فيها 11 مجلد من النص و11 مجلد من الرسومات، والرسومات فيها 3000 ليتوغراف محطوطين في 950 صفحة، وغطوا فيها الآثار المصرية القديمة، غطوا فيها الحياة اللي شافوها في بداية القرن التاسع عشر، غطوا فيها جميع أنواع النباتات والحشرات والحيوانات اللي موجودة في مصر، وغير ذلك من التفصيل، في عمل عظيم جدا يعتبر من أهم الأعمال في الدراسات الثقافية وأيضا في أعمال الطباعة الفنية للكتب. طب نرجع لنابليون وقواته في مصر. سنة 1799 وصل إلى مصر رسالة إلى نابليون من أخوه في فرنسا بيقولوا الوقت مناسب عشان انقلاب الحكم في فرنسا. نابليون ساب الجيش وركب على مركب صغيرة وراوغ الحصار البحري البريطاني وانطلق لفرنسا، وهناك استولى فعلا على السلطة وأعلن نفسه الأنصل الأول للجمهورية الفرنسية، وبعد فترة صغيرة بقى حاكم فرنسا المتفرد وسيطر على أوروبا وأعلن نفسه إمبراطور، وله قصة معروفة إلى سقوطه سنة 1815. إنما من وقت سفر نابليون كانت انقطعت التعزيزات عن الجيش الفرنساوي في مصر، واضطر في النهاية إلى الوصول إلى اتفاق مع البريطانيين. كانوا وقتها البريطانيين عاملين تحالف مع العثمانيين عشان يقدر يرجع الجيش لفرنسا، وكان جزء من الاتفاق ده إن الإنجليز حصلوا على حجر رشيد اللي بالفعل تم نقله للمتحف البريطاني. عمت الفوضى في مصر، فالسلطان العثماني أرسل ضابط ألباني نابغ فز لينظم الأمور هو محمد علي باشا، وتمكن محمد علي من استيلاء الحكم في مصر سنة 1805، وبعد محاولات عديدة قام بمذبحة القلعة للقضاء على المماليك في 30 مارس سنة 1811، وأصبح الحاكم الوحيد لمصر لا ترد له كلمة. وبدأ في عملية تحديث البلاد في برنامج من أكثر برامج التحديث طموحاً في التاريخ كله، وده البرنامج النهضوي اللي طبق في مصر في بداية القرن التاسع عشر. محمد علي أرسل بعثات دراسية لفرنسا، من الناس اللي راحوا بعثات ولعبوا دور إصلاحي كبير في مصر في القرن التاسع عشر رفاعة رافع الطهطاوي، محمود باشا الفلكي، وعلي باشا مبارك. رفاعة الطهطاوي ولد سنة 1801، وأرسله محمد علي لفرنسا سنة 1826،
ودرس هناك العلوم الحديثة واللغة الفرنسية. ولما رجع مصر أسس كلية الطب وقام بتطوير المنهج الدراسي للعلوم والطب باللغة العربية عملا مع كلود بي، وأصدر جريدة الوقائع المصرية جريدة رسمية باللغة العربية بدل من التركية، وبدأ أول حملة لتعليم القراءة والكتابة ومحو الأمية، وفي نفس الوقت شجع إقامة مطبعة بولاء المنشأة حديثا في الوقت ده على إصدار طبعات جديدة من كل روائع التراث العربي والحضارة الإسلامية. ورفاعت طهطاوي نشر أول مجلة ثقافية في مصر باسم روضة المدارس. محمود باشا الفلكي ولد سنة 1815، وزي كتير من الشخصيات في الوقت ده سافر فرنسا لدراسة الفلك فأطلقوا عليه اسم الفلكي. أسند إليه محمد سعيد باشا مسؤولية مراقبة كسوف الشمس، وقام بيها من دنقلة في السودان، وكمان رسم خريطة شمال مصر، وطور علم الفلك الأثري، يعني دراسة علم الفلك والأجرام في زمن الفراعنة، وقام بدراسة أثرية لمدينة الإسكندرية وبقايا سور المدينة القديم. ومحمود باشا الفلكي توفي سنة 1885 وهو من أعظم علماء مصر في ذلك العصر. علي باشا مبارك شخصية هامة في تحديث مصر، كلفه الخديوي إسماعيل بمسؤولية إدارة القاهرة والإشراف على السد الزراعي على النيل القريب منها، إلا أنه أعظم إسهاماته كان في تكوين المكتبة الوطنية والأرشيف المصري اللي هي دار الكتب والوثائق القومية اللي موجودة إلى يومنا هذا. كمان كتب عمل مهم جدا هو الخطط التوفيقية اللي وصف فيها القاهرة ومدن مصرية أخرى. علي باشا بارك كان من مواليد سنة 23 وتوفي في عام 93 وهو عمره 70 سنة. دي إحدى المكانات اللي تواجدت في مطبعة بولاء الشهيرة، مطبعة بولاء اللي أقيمت في عصر محمد علي، مطبعة بولاء اللي كانت هتغير التاريخ الثقافة في مصر. تعالوا معايا أقول لكم ووريكم شوية حاجات عن مطبعة بولاء. لما نتكلم على المكان بتاع مطبعة بولاء، آدي أقدم مكنة لقيتها في مصر، هي في معرضنا هنا في مكتبة اسكندرية. المكنة دي كانت بتتحط ورقة صفحة صفحة كده والحروف هنا، وده بيتحرك ويجيب الحبر عليها كده زي ما انتم شايفين. دي من 1825، ولكن المكنة دي ما هياش أقدم مكنة في مطبعة بولاء، واحنا عارفين الحكاية دي من حجر الأساس. حجر الأساس بتاع مطبعة بولاء بيبين إنها تأسست سنة 1820. تعالوا أوريكم حاجات إضافية عن مطبعة بولاء القديمة. الحروف الخشبية دي هي أقدم حروف عربية للتجميع في الطباعة وجدناها في مصر. أما الصفحة دي فهي الصفحة الأولى من العدد الأول من الوقائع المصرية اللي هي الجريدة الرسمية لمصر. غير الطباعة كان في نهضة في مصر في كل القطاعات. تحولت الزراعة في مصر، دخل نظام الري الدائم وزراعة القطن، وتم تحديث الطب، وأصبح القصر العيني أول كلية طب وأول مستشفى تعليمي حديث في الشرق. والقصر العيني كان المكان اللي اشتغل فيه كلود بي مع زملائه من المصريين لوضع أسس الطب الحديث، وكمان كان باللغة العربية بفضل رفاعة طهطاوي. وانتشرت الأعمال الهندسية في كل مكان، واتبنت الترسانة البحرية، وتم تأسيس جيش قوي وأسطول قوي، وبقت مصر قوة عسكرية كبيرة جدا. وتحت إمارة إبراهيم باشا ابن محمد علي نجحت جيوش مصر في إخضاع شبه الجزيرة العربية، وفتحت بلاد الشام لغاية مدينة عكا اللي كانت قاومت نابليون بونابرت ببسالة قبل كده بكام عقد من الزمن. والجيوش المصرية وصلت لغاية الأنادول على بعد مئات كيلومترات من مدينة إسطنبول، إلا إن القوى الأوروبية
أصابها القلق من صعود مصر السريع ده، فأجبرت محمد علي عن التخلي عن سيطرته الإقليمية على الشام والجزيرة العربية ويكتفي بمصر والسودان. وتراجعت الجيوش المصرية وانحصرت مصر في حدودها فترة من الزمن، ولكن استمرت خطة وعملية التحديث، وتم بناء مشروعات كبرى زي قناة السويس اللي قدم الشعب المصري عشانها تضحيات هائلة، وتم بناء قصور رائعة نافست مسيرتها الملكية في أوروبا، وازدهرت الجمعيات العلمية فيها مثلا الجمعية الجغرافية اللي تم تأسيسها سنة 1875. تصوروا، جت اليابان نفسها عشان تتعلم الحداثة في مصر، لأن أجبرتها غارة الكومودور بيري على خليج طوكيو إنها تنفتح إلى الغرب في سنة 1853. فجم اليابانيين في سنة 80 عشان يتعلموا الحداثة في مصر. وعلى الرغم من الانتكاسات والتقلبات اللي امتدت من إخماد ثورة عرابي إلى غزو بريطانيا لمصر واحتلالها، الرغبة في التحديث والتجديد والتثقيف استمرت قوية. وبين مؤسسي مصر الحديثة لازم نذكر محمد عبده وقاسم أمين وسعد زغلول وأحمد لطفي السيد، أسسوا الجامعة المصرية سنة 1908، وعاد المجمع العلمي اللي كان أعيد تأسيسه في الإسكندرية إلى القاهرة سنة 1857، واستعاد اسمه الشرعي سنة 1918. ونجحت ثورة 1919 في إدخال نظام الديمقراطي في مصر، وضعوا دستور 1923. ومن التاريخ ده وحتى منتصف القرن ازدهر المجمع العلمي في وجود الأعمال المتميزة لعمر توسن وعلي إبراهيم وعلي مشرفة وطه حسين وغيرهم وغيرهم كتير كمان. سنة 1952 بدأت الثورة المصرية في 23 يوليو، وبدأ عهد جديد. كان عصر التثقيف الجماهيري، فاتبنت المدارس في كل مكان، وتم التوسع في الجامعات وتأسيس المعاهد البحثية. ولكن ده كله جه على النموذج الاشتراكي وسيطرة الدولة على كافة المنشآت. وللأسف بسرعة سيطر الكم على الكيف، وكان في مشكلات كامنة ولكنها ظهرت بعدين بعد عقود من الزمان في صورة قاعدة ضعيفة جدا من البحث العلمي ومؤسسات تعليمية أصابها الوهن والهزالة. ولكن مع التوسع الكبير ده تم إرسال عدد كبير من المصريين الموهوبين في بعثات دراسية في الخارج، وعدد منهم فضلوا أنهم يقعدوا في الخارج، وبالتدريج انتشروا في العالم. وبعض الأسماء اللامعة زي فاروق الباز وأحمد زويل ومجدي يعقوب ومصطفى السيد حافظوا على ارتباطهم بمصر مع استمرارهم في أبحاثهم بالخارج. ده حتى فاروق الباز أصبح المستشار العلمي للرئيس أنور السادات. كلية العلوم جامعة الإسكندرية كانت الزواج السعيد بالنسبة لي أنا علميا. في علماء كويسين جدا في مصر، كلهم بيعملوا أبحاث كويسة جدا، والحكومة بتعضدهم بتديهم تمويل، وحتى رجال الأعمال ابتدوا يعملوا تمويل في الموضوع ده. من المهم جدا ان احنا ندي الشبان والشابات المصرية فرصة انهم يساهموا في العلم العالمي. فإحنا نفسنا كمصريين لازم نرقى لمكانة مصر في العالم، لأن مصر راقية لوحدها بأرضها ونيلها بس، مش بنا، ما لا ترقى أبدا بينا من الحالة اللي احنا فيها، فلازم احنا نرقى لمكانتها. في الأوقات دي بنجد بعض الإنجازات العلمية اللي يمكن أقل شهرة من دولة
بتتحقق برضو على أرض مصر، ومنها إنتاج البحوث الزراعية المصرية لأكبر إنتاجية في بعض المحاصيل في العالم زي الرز وزي القمح وغيرها والقطن طبعا وغيرها من المحاصيل. ومع البحوث الزراعية أيضا كان في تجديد في دراسات الهندسة الوراثية وتطبيقاتها الزراعية، ونتائجها بتبان في مراكز متميزة زي معهد الهندسة الوراثية التابع لوزارة الزراعة. احنا داخلين في أزمة للمياه ومحتاجين نباتات تتحمل درجة حرارة أعلى مع التغير في المناخ كمان، ومحتاجين لنباتات تأخذ مية أقل وتعطيني محصول عالي وبجودة عالية، فلا سبيل في ذلك إلا الهندسة الوراثية لو بتوفر لي هذا، ده شيء نافع مش شيء مضر. تاني زي ما بقول كعلم كساينس كل حاجة في الدنيا ممكنة. بمعنى إيه؟ بمعنى إن إحنا ممكن نعمل زي ما بنعمل هندسة لمبنى، زي ما بنعمل هندسة لكوبري، ممكن نعمل هندسة لنبات أو لأي كائن حي. استمرت مراكز التميز في مجال الطب، نذكر منها مثلا مركز الكلى بتاع الدكتور محمد غنيم. ولكن مصر على الساحة العالمية ظهرت أساسا من خلال العلماء المصريين الأفذاذ اللي كانوا في الخارج، زي ما ساعد فاروق الباز في هبوط أول إنسان على سطح القمر لما كان في مؤسسة ناسا. طب انتوا بقى في ناسا وقتها جالكم التصريح اتحركوا؟ احنا كلنا، احنا ورواد الفضاء والمهندسين والناس اللي بيشتغلوا معانا والمساعدين، كلنا كنا شاعرين ان احنا بنحقق حلم الإنسانية. ده احنا سعداء جدا اللي اتحطينا في الموقف ده. الإنسان من يوم ما بص على القمر وشافه بيتعجب عليه ونفسه يشوفه، فاحنا اتوضعنا في هذا الوضع، فديا يعني احنا سعداء للغاية، وانتوا محظوظين. اللي ياخد الوظيفة دي يبقى محظوظ، تشتغل 24 ساعة في اليوم وهو تقول لا، وتعمل البدع، ما فيش حاجة تبقى غلط أبدا، لأنك يا ابني ده انت بتحقق تاريخ البشرية. ده الشعور الشخصي الحقيقي. وحاز مصطفى السيد على ميدالية العلوم في واشنطن، وحصل مجدي يعقوب على لقب فارس في بريطانيا. وفي مدينة ستوكهولم سنة 1999 مع نهاية القرن العشرين تسلم أحمد زويل أكبر تكريم علمي في العالم، جائزة نوبل. أما القرن 21 فشهد ثورة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ثورة انطلقت في كل أنحاء العالم. وفي هذا القرن الجديد اللي هو القرن 21 مصر أطلقت مشروع ضخم، إحياء مكتبة الإسكندرية القديمة في سياق الألفية الثالثة. دي الحقيقة قصة شيقة جدا، ولكنها قصة أخرى ليوم آخر. أنا إسماعيل سراج الدين، وبشكركم على مشاهدتكم لهذه الحلقة من آفاق. We'll be right back.